استاذ محمد سلمان بنورك وليد بنورك ميرسي ربنا يخليك سامعيني ولا علي الصوت ربنا معاك يا رب التوفيق استاذ محمد ميرسي ربنا يخليك ربنا معانا كلنا ميرسي زوقك عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يا رب دايما عاملين ايه في الجو ده شوية كده, كده بس انا عن نفسي الشتاء احسن حاجة بصراحة. اخواتنا في اسكندرية. الاخبار عندكم. الدنيا يعني غرقانه انا خالص. اخباركم ايه? يا رب تكونوا بخير دايما. في ان شاء الله من احسن نزاين. والله ربنا يكرمك يا محمد سيمان ربنا يكرمك يا رب. الصوت مش واضح. طب علي الصوت. الصوت يا استاذه؟ طب انتوا سامعيني كده كده سامعيني؟ يا آه جماعه قولوا لي الصوت كده كويس انا عليت الصوت على فكره الصوت كده كويس منوره يا استاذ جمال شعلان بنورك ربنا يكرمك يا رب اشكرك الصوت كويس؟ اه ميه ميه ايسر احمد مرسي آه، تمام كده اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير طب كويس الحمد لله آه، بقول لكم آه، طبعا انتوا عارفين في, سا... في ناس بعت آه، عايزه مساعدات وانا بصراحه كنت رافضه الكلام ده عشان ما نحطش نفسنا تحت الشبهات يعني ربنا قال لك تجنبوا الشبهات بس في ناس آه، يعني فعلا الله اعلم محتاج ولا بس احنا نبعت حد من عندنا يشوف في الاول فلو كده ايه رايكم ان احنا نحط لهم البوستات بتاعتهم يعني انا قلت نحط البوستات بتاعتهم واللي عايز يساعدهم يساعدهم لان يعني في ناس دخلت لنا على الواتساب بتاع البرنامج وطلبت ان هي الواتساب بتاع البيج طلبت ان هي تساعد الناس يعني طلبت مننا مساعدات لو حد محتاج حاجه فبصراحه احنا مش يعني انا حتى لما كتبت لهم قلت لهم بصوا يا جماعه انا مقدرش اقول لك ده محتاج ولا لا لان ده بتبقى الاكتر والمنوطه بيه اكتر هي الجمعيات او وزاره التضامن الاجتماعي استاذ ايه حليم ربنا يخليك شكرا لك ابو عمر السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله يا ابو عمر محمد الحين صوت كويس ميرسي جدا يا استاذ محمد المهم بصوا بقى يا جماعه في ناس دخلت اشخاص محترمه دخلت عايزين ان احنا نكون وسيط ان هم يساعدوا حد يعملوا حاجات لله بدون ما حد فعل خير يعني فبصراحه في كان عندنا مسجات كتير جدا ناس محتاجه حاجات وانا كنت منعده فما فبما ان انتوا اصدقائي واخواتي وناس لسه بتتابعني انا كنت بالاول بتجنب الموضوع ده انتوا ايه رايكم احط الحاجات دي عندي على البيج صوت راح تاني ليه يا جماعه والله الصوت هو هو احط الحاجات دي عندي على البيج ايه رايكم علي الصوت عليته حياة ربنا انا عليته استاذ طارق عبدو عليته على الاخر آه ايه رايكم نحط الحاجات بتاعه المساعدات بتاعه الناس الصوت مش باين. ميرال الصوت كده باين بصوا في آه ناس كده انتم سامعين صوت ايوه كده كويس طيب تمام صوتك كويس خلود خوخه <applause> في ناس محتاج مساعدات في بقى اللي محتاج هدوم واللي محتاج مساعدات فلوس وحاجات كتير قوي في الحاجات دي المفروض انها بتتابع من الجمعيات الاهليه او من وزاره التضامن الاجتماعي لان هي بتعمل كشف بده فبصراحه احنا مش عندنا اللي ينزل يروح يشوف الكلام ده فانا قلت ان انا ممكن اخلي حد بس في ناس بتبقى بعيده قوي فلو كده يا رب فينك يا أم موجوده يا حبيبتي تسلمي لو كده احنا مثلا هنقول الناس اللي ساكنه في العنوان الفلاني ولو حد من على البيت ساكن في المكان دوت يعني احنا طالبين بس منه ان هو يروح مثلا يستعلم يقول اه الشخص ده فعلا محتاج الشخص ده لا عشان في ناس موكلانا ان احنا ااا آآ نبعت لهم ناس يكونوا فعلا محتاجين فبصراحه يعني عايزه اشارككم نفس الخير دوت فلو اي حد ساكن مثلا في العلوان احنا نقول مثلا ايه سي مثلا حد في العلوان احنا عايزين من منطقه كذا حد يبقى ساكن فلو انتوا كتبتوا في الكومنت مثلا احنا ساكنين في المكان ده هنبتدي نخش لكم خاص ونقول لكم مثلا ايه العنوان في الحته الفلانيه عايزين تتاكدوا إيه؟ ان هل الشخص ده فعلا محتاج المساعده ولا لا انا ما عنديش صوت خالص اخرج وادخل تاني ميرال مش عارفه يا ميرال بس لا مش عارفه بس لا الصوت كويس يعني الناس كلها بتقول الصوت كويس اخرجي كده طيب وادخلي تاني يا ميرال آه المهم فين دوت استاذ محمد السقى من منورة الدنيا مسي ربنا يخليك صوتك كويس كملي آه المهم بقى عشان خاطر ان ايه كلنا نشارك في عمل الخير ده في ناس يعني طالبه ان هي تساعد وفي اشخاص محتاجه بس ان انا اقدر انزل اعمل حصر مثلا في المنطقه دي مش عارفه ايه الكلام ده مش هقدر اعمل ده لان عندي شغل وفي نفس الوقت هيبقى بالنسبه للناس اللي شغاله على دي كمان متعب جدا جدا وهيبقى مرهق كمان ليهم. الصوت تتعدل الصوت تتعدل تم كويس دي خدمه جميله ميرسي استاذ استاذ وجيه هيبه ميرسي ربنا يخليك كلنا بنساعد يعني المهم أه في بقي ايه أه شخص تخلي لي أه علي مسجات أه البيج علي الواتساب هو ده في مصر اه يا جماعه احنا في مصر أه كان بيتكلم انه هو أه بيحب واحده وفي نفس الوقت هو أه بيخونها مع كذا واحده تانية وهو بيقول ان هو بيبقى عايز ان هو ما يكلمش حد بس بس دي صفحتي عليها اعمال خير المحتاجين اتمنى تشوفيها للمراسل التلفزيوني ان شاء الله حلوة قوي ان شاء الله آآ ياسمين ربنا يخليك يا ياسمين ده انت القمر ربنا يكرمك يا رب انت الجميلة المهم بقى بصي ياسمين عشان ايه احنا <applause> داخلين دلوقتي تعالي استني اسمعي واحد خاطب واحده بص وبيحبها و... و... يعني هم هو مكلم اهلها بس لسه ما خطبهاش خطوبه رسميه وفي نفس الوقت بيكلم غيرها. فهو داخل كاتب لي اني آ... آ... في بنتين هو بيكلمهم عارفين ان هو بيحب البنت دي ومع ذلك هما بيكلموه. فبصراحه يعني انا قلت له ايه آ... ان المسج بتاع حضرتك تافه جدا وخساره و... الرد عليه. فده مش تقليل من الشأن والله العظيم عشان الناس ما تقولش ان انا قليلة الذوق والله ابدا بس انت المفروض بتحب حد وبتقول ان عايزه تقدم لها ودخلت بيتها ولا دخول البيت دوت يا جماعه لعبه صح ولا يا بنات حقير خاين ايوه يا فش فالرجالة برضو يا واحد بيقول لي انا بحب واحده ورحت بيتها وتقدمت لاهلها وخلاص اتفقنا وفي نفس الوقت هو بيكلم بنات محددش. بيقول لك إن في اتنين عارفين إن هو مرتبط بالشخصية دي وإن هو عايز يتقدم لها. فهو بيقول لي قولي لي أعمل إيه؟ فأنا قلت له إن المسج بتاع حضرتك تافه إنه يترد عليه. فده مش بعيب فيه والله عشان الناس، والله ما بعيب فيه، أصل هو عارف الصح والغلط، وملهاش لازمة إن أنت تخش تقول أصل أنا بعمل كذا وبعمل كذا، أصل أنا مش هاخدك أمشيك على الصراط المستقيم، أكيد يعني، أكيد أنت بني آدم كبير وراشد وعارف وفاهم ان الغلط غلط والصح صح وان طالما هبدا صفحه جديده لازم اقفل على القديم بالضبه والمفتاح وما اجيبش سيرته خالص ولازم يعني زي ما بيقولوا كده انفض نفسي من اللي فات فهو دلوقتي ما بني على باطل فهو باطل فاذا كان هو بيحب واحده وعايز يرتبط بيها واتكلم اهلها وفي نفس الوقت بيكلم جنبها السلطات اللي حواليها فده كده نيته وحشه ففي الاخر هينتج عن دوت اطفال اب وام بينفصلوا من بعض والاطفال بتترمي في الشارع لا بتتيتم ما بين ام واب منفصلين صح ولا لا؟ سيبك من الخاين الحقيقه خليكي في الخير وافعاله <applause> ما هو الخير انتوا هتشاركوني فيه احنا اتفقنا ان في ناس بعته وفي ناس بعتت انهم هم عايزين يعملوا خير أه لما كنت في الجامعة كان واحد مصاحب صاحبتي ومعرفة على بنت خالته وبيخرجوهم وبيخرجوهم مع بعض وطلعوا طلعوا الاتنين فاكرين ان دي بنت خالته ودي بنت خالته وهو بيخرج مع لي. يخرب بيته يخرب بيته بجد الكلام ده انتوا متخيلين يا بتحكي ايه كان في الجامعه كان واحد مصاحب واحده وجايب واحده معاه بيقول لها دي بنت خالتي والتانية اللي هي معاه في الجامعه بيقول لها دي بنت خالتي فالاثنين دي مفكره ان, ان دي بنت خالت ان دي بنت خالته ودي يخرب ده ايه ده لا ده جبار لا 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 ده جبار بجد والله العظيم يخرب بيته ده ايه ده بصي ده 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 اوفر ده, ده 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 مش ممكن يعني جايب الاثنين ودي بيقول لها دي بنت خالتي ودي بيقول لها دي بنت خالتي ولما البنت البنتين عرفوا عملوا فيه ايه والنبي كملي كملي خلي الأستاذة تخش في الخير وأفعله أهم شيء. آه ما هو بص برضه يا ياسمين <applause> ما هو ده برضه فعل الخير يا أستاذ أسر إن إحنا لازم نفهم إيه اللي بيحصل حوالينا. لأ لأ ده جبار. استنى بس يا أستاذ ما إحنا كده كده خلاص اتفقنا يا أستاذ أسر إن الخير هيتعمل وهنشارك كلنا بعض إن الأشخاص اللي عايزة تعمل خير بعتت لنا وإحنا هنكون إن شاء الله استنوا بس يا جماعة. معلش التليفون جه. ااا ما سامعيني كده معلش التليفون رن معلش اه والمصحف اسمه ك... يا نهار اسوح ده شردته يخرب يعني اللي بيتصل اوفر استنوا يا جماعه ايه ايه ميرال بتقول والمصحف اسمه كمان اسمه طارق يخرب بيتك يا طارق يخرب بيت ده انت جبار يا طارق ده انت جبار يعني بتوزعوا عراي <applause> لا ما عندناش عرايس ولا عرسان والله اللايف وقف معلش يا ياسمين حد رخم اتصل بيا ميرال هانم من ستره مسلما في الدنيا ستر الله في الآخرة ما في ناس ما بترضاش تستر نفسها يا استاذ اسر ما احنا دلوقتي ربنا لما بيرفع غطاء ستره عن بني ادم، واحد بتحكي لك بتقول لك جايب واحده معاك الجامعه وهو في واحده في الجامعه صاحبته صاحب واحده في الجامعه فبيقول لها ان دي بنت خالتي وبيفهم التاني ان هي بنت ستر ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ استاذ اسر ده 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 المفروض يتعلق زي ما بتعلق اللحمه كده في السوق ده 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 جبار ده بني ادم فظيع او يعني مش عارفه اسميه اسمه والله العظيم ميرال تفضح طريق بنجاح <applause> اه ياسمين بنت ام ياسمين على فكره عرفتيني اه حبيبتي ازيك عامله ايه يا حبيبتي اخبارك ايه يا روحي جميله ياسمين دي شفتي ياسمين يا شفتي شفتي عشان لما اقول لك لازم تبقي قويه بصي بصي سامعه ميرال بتحكي ايه خش على الخير الخير اهم يلا